قصارها دمشق ده إلا يهدر لما حقيقين روعية ده نسيت أسوأ كله لكن حرمها عفمات مجلة ده لس عنود واحد بحدافية ترى روعية أو آد أفر بدن كده مركز الكاس ومركز لكت قرحي دجال أول حية إذا ماذا من تريج السومالي لأنه هالكاس لوجود دبولة يساعده لصور دافي يصير كله إذا ماذا جبهة ده أس سي يودد كهو بيسن كوسو كان جودها مجلة ده لس عنود حرم تقبل كسول مجلة ده وحشرة يكرد على دجال حوجن أو قصارة جستي كاسيو إن كبدن كنت الروح للشيء إن يكون فوائين ترى أنت عسى كبدنا روعية كله دمنا كسو جارين وحددكوا أيضا البنايان إن لو جرم ضدك الدعوة عيدا يسوق جارين سدوا كله جبهة إس إس سي هل كاسو كسو كان ضدكوا ذا يوم ما أنبا ضدك كله إيه تابع سنة إجراد ضد كجيران وضدك كوبو جادين يا إن الدجال كاسو جلنا جبيان تطبع كسو جين هي مجلة الله سعنات حرمت قبل كسور حرمه أي هوتيل كجيران أيها ساك الله كسو ورما يا إن لجلو ريجي إذا ماذا ملتيريجا سومالي لأنه هل كاسو الدفاع هو جن يجو دكتي لكن إن عكلي ورسح فدت كسو بحي لأن سومالي لأن لجو شجع إن كحرج جحسا أي ساك كسو ويرتي فريسين كي إذا ماذا سومالي لأن كل هايين جذها مجلة الله سعنات يبنانك إنت با إن كستو جذوه أيسن إذا ما سداسي أبدان سومالي لأن أيسن كجوجن مجلة الله سعنات جبي عهد وحقوها ريسن إذا ماذا ملتيريجا سومالي لأن أو أديكسنا يهوب كان نعجدي سكالة دبان ماذا في عيو يا جريها لجو جرا عيا وركو هل كاس عن كهلين وحيشيجا يان إن ضد كغاركيز أي دربدي ببلابين إن كبحان جريه هذا سدا يكجا فوجادان لباتو كسو جارتا ماذا في عيدا هل كاس أي كتور يان إذا ماذا ملتيريجا سومالي لأن إن عكلت جبهة أس سي هل كاس كسوغان نكودو حيشيجا يان إن اللي وريجين جوف وربضان أو كترسان مجلة الله سعنا ضا كسوغنا يان إذا ماذا ملتيريجا سومالي لأن هوتيلو أيا لجو سو ورما إن أي كجران ما لها اللي وريجي وأي إذا ما ذو جبهة أس سي أي تلمامين إن صبح اللي مدي هراء ساكا ويركو قادم سومالي لأن كيدو وركسو بحيو حال الشيجي إن أي أرنتاني تعيمد وباهن حل سيدو كلا نوضع دلالة ديار أوتها قلا وزير ده سمع لنا يشير جرائد لسوقي يري سيدو كلا نقو أنو كسو صار إيو وليبا اسكور راعي إن لو باهن يهن حل لغان مقالا ده لسعانوت حيسان ده كتا غان لغو حاليو وضع هذا الإيو سيدو كلا إن جوجل لسوقي يمادو لكن أرين تاسو حاكا بيه ديت سنولي garaadada ku dhaqan magaalada Las Anod sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay halkaas uu shir uga socday go'aannadii soo saareen kamid ahaa in gobolka Soo uu ka madax banaanyahay guud ahaanba Soomaaliland taasi oo Soomaaliland ku qasabtay inay weerar ku qaado gudaha magaalada Las Anod deegaano farabadan ayaa ciidamo laga soo daabulay tukarraq oo kamid ah Sool waxa lagu soo warramay ciidamadii ku sugnaa ee faraha badnaa ee Soomaaliland ay gabeeyantood baarujiyeen waxa la soo warramay oo la waliba la soo sheegay in taangiyo halkaas ay magaalada Las Anod kula aadeen si ay dagaal ula galaan ciidamada jabhada SSC ee halkaasii ku sugan xogo ay si teeleyso waxa ay sheegayaan in dadka qaarkiis ay durbadii u bilaabeen inay guriyooda ka baxaan si ay kaga fogaadaan madaafiicida markaasii ku dhacaya xaafadaha kala duwan ee gudaha magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool wixii ku soo kordhay qasaraha dagaalkan oo markale saaka dib uga qarxay magaalada Las Anod na barnaamijyada wararkana dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa baaqyo kala duwan oo ka soo baxaya madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya sida madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo baaq ka soo saaray arinta Las Anod siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ay xilbanaan iyo wasiir leh ayaa iyagana sidaas oo kale ugu baaqaya dadka shacabka ah ee Las Anod ku sugan inay isdijiyaan halka Soomaaliland loogu baaqay in xisadda Las Anod aysan u adeegsan hub iyo wax lamida kuna xalayso wada hadal iyo sidoo kale gogol nabadeed markuu xurbaynta city Muqdisho.